انا سميتي امينه ايت بوعثمان من دوار هنايا غير ثلاث من السوق دوار امكدول. ما بينا ما علينا كنا كنتعشوا في امان الله حتى كنحسوا بهذاك الشيء ضرب بحال العافيه سبقات العافيه ماشي سبقات العافيه شويه الدقه الاولى شويه وبدا كيطيح الحجر كيطيح الحجر جينا ما جينا فين نهبوا حتى لقينا راسنا في الزنقه وداك الشيء هبط علينا كل شيء الجيران راه ماتوا تقريبا كلهم نبقى فيهم غير شي قليل ما لا اله الا محمد رسول الله ما عندنا ما نقولوا في هذا الشيء قدر الله قدر هذيك الليله دوزتوها برا بطبيعه الحال ما كاين اي برا وحنا كنا كنعسوا غير هنا عاد دابا جابوا لنا القياط من البارح في العشيه جابوا لنا القياط وبعد على الاقل حيدوا منا شويه د البرد ما البارح راه كنا بقينا جالسين هنايا ما كاين لا غطا لا حتى حاجه ودابا الحمد لله تغطينا كلينا والله ينصر سيدنا اللي دعمنا بالمواد الغذائيه والاكل والشرب وصيفط لنا المانطات وصيفط لنا الحمد لله المحسنين ما خلاوناش الله يكثر خيرهم والله يسر هذيك الدقه جاتني من 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 الحجر من الحجر ضرباتني حجره في رجليا و حنت راه ما كتشعرش ملي كتكون خارج ما كتشعرش شنو ما بقيناش عاقلين حنا راه فاقدين الوعي غير ربي والحمد لله ربي واش فقتوا من الصدمه ولا باقي باقيين متاثرين ولكن لا اله الا شان نقولوا الحمد لله على كل حال بقاو فينا الجيران وحنايا راه ما صابرينش عليهم شكون الناس اللي تعقلي عليهم اللي توفوا راه كيجيبوا الخبز والله القسم الا كيجيبوا الناس الخبز وما كنقدوش ناكلو علاش حنت ما غاديش يدوز لك كيفاش غادي يدوز لك والجيران ديالك ميتين ما يمكنش يلاه جبتيهم قبل مع المغرب ولا ايه هو انت بطبيعه الحال انت ضلال معاهم نهار كامل وانت كتهضر معاهم في العشيه ما بين ليله ونهار لا اله الا الله شكون الناس اللي كتعرفي اللي ماتوا بزاف الجيران بزاف بزاف ها المؤدين ديال الجامع ماتوا عنده 10 في دار وحده هذوك هذاك بعدا هذيك هي الحصيله الكبيره قاعد في هذاك الدوار بولادو جوج ولادو بولادهم وهو ومرته وولادو ولد بنته ولد بنته حتى هو حتى هي وواحد الجار واحد الجار حتى هو مات ليه ولدو واحد الجاره هذه اللي هنايا ماتوا ليها جوج دراري هذه اللي جيت عندها دابا مات ليها ولدها ولا سميتو واللي فوق منا حنايا حنت الدار ديالنا حنايا كانت فيها الوالده ديالي ملي خرجنا كاملين كنا كنتعشاو في واحد السطيحه كانت قريبه للشانطي داك هي اللي نفعتنا لو كان دخلنا لداخل غنحصلوا على حقيتاش الدار ديالهم من فوق دارنا ملي هبطات هبطات على الدار ديالنا ما بقيناش لقينا ليها الاثار راه غتشوفها في الشانطي ملي تهبط غتشوفها في الشانطي هي اللي فيها سيارات التعليم هذيك الدار ديال راه ثلاثه الديور تما فيها داري انا ودار الوالده ودار خالي ثلاثه الديور كلهم هبطوا للارض راه داكشي صعيب بزاف وهزينا بالصعوبه باش هزينا حيت داكشي راه ريب علينا كلنا مالي للدار شحال ديال الوليدات عندك عندي ثلاثه الوليدات شحال ضاع لك من واحد ضاع لي واحد كبير صغير لا عنده 9 سنين 6 سنين اه الوليدات هذيك الساعه جمعتي وليداتك حداك كانوا خارجين وشنو ديك الساعه كنت بغيت نجمعهم كلهم وهو يهرب ليا شديت في داك الصغير وهو يهرب ليا حدا الباب وهو يطيح عليه شفتي هكذاك اه حتى خرجتي من اللي خرجنا صافي تنقلبوا عليه ما لقيناش حيت الحجر البريك وداك الشيء طاح عليه تا الصباح عاد مشينا تنقلبوا عاد لقينا طاحوا عليه ديك البريكات وداك الشيء ولقيناه مات جبدتو هذيك الساعه اه جبدناه ملي دني تجاو سميتو العسكر كلشي اللي كاين تما اللي تجبدوهم هما اللي وقفوا معنا تجبدناه اه ايوا شنو غنقول لك داكشي اللي كانوا الحمد لله تنشكر الله وتنحمدوه واحد الحال صعيب الفراق ديال الولد فهاد بحال هاد الحاله هذه ما عندنا ما نديرو حيت الله اللي عطاه لينا هو اللي داه ايوا لا اله الا محمد رسول الله